سلام البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى اموركم كلها تكون بخير وعلى خير. في هذا لا فيديو غادي نبارطاجي معكم واحد النوع ديال القهوه اللي معروفه، يعني الثمن ديالها كيكون طالع بزاف، يعني كناخدوها هكا في لي كافي بواحد الثمن اللي هو غالي، وحتى يعني بالنسبه اللي كتباع هكا في يعني اللي كتكون معلبه كتباع في لي كرون فاس كما غادي تشوفوا معايا في هذا لا فيديو، فهي كتباع بواحد الثمن اللي هو غالي. بالنسبة لهذا النوع ديال القهوة هي اللي كتسمى ايس كافي او القهوة الباردة. غادي نحضرها معكم بواحد الطريقة اللي هي بسيطة بزاف، فقط يعني في دقائق، وايضا بمكونات اللي هما بساط وموجودين عندنا في الدار. اول حاجة البنات، غادي ناخدو واحد القرعة يعني ديال الكونفيتور اللي كتكون هكا خاوية عندنا في الدار. بالامكان انكم تستعملوا يعني الخلاط ولا تستعملوا الميكسور، مي بالنسبة للقرعة يعني كتبقى عملية سهلة بالنسبة لنا، وايضا حتى بالنسبه للناس اللي ما عندهمش يعني الخلاط ولا ما متوفرش عندهم، فكيقدروا انهم يوجدوا هاد القهوه هادي بواحد الطريقه اللي هي بسيطه بزاف. فكناخذوا القرعه كنديروا فيها واحد المعلقه كبيره ديال القهوه. بالنسبه للقهوه كنستعملوا اي نوع ديال القهوه عندنا، يعني سواء القهوه اللي كتكون سريعه الذوبان اللي كتبع يعني الساشيه، او لا بحال انواع ديال القهوه، او لا حتى القهوه اللي كنطبخوها ومن بعد كنصفيوها. بالنسبه للكميه ديال القهوه كتبقى اختياريه، الا كنتم من النوع اللي كتعجبكم القهوه تكون قاصحه كتزيدوا من الكميه، او لا كتخفوها يعني على حسب شنو نتوما بغيتوا. عندنا واحد المعلقه صغيره ديال السكر اللي حتى هي كتبقى اختياريه، يعني كتقدروا تزيدوا او لا تنقصوا، او لا تيفيتيو السكر بمره، يعني تيبقى لكم الاختيار. كناخذ واحد الكاس ديال الماء اللي تيكون عادي، كنخلطوا كل شيء بهذه الطريقه هذه، يعني كنخلطوه مزيان حتى كتولي عندنا حتى كيولي عندنا الخليط مرغوي مزيان. من بعد كناخذوا واحد الكاس اللي غادي نشربوا فيه هذه القهوه، كنديروا فيه لي غلاسون، من بعد كنزيدوا الحليب اللي تيكون بارد. بالنسبه للحليب البنات كاضافه، يعني بعض المرات كناخذ هكا الحليب كنخلط معاه اول حاجه يعني في الخلاط، كنخلط معاه الايس كريم ديال الفاني، يعني الكلاص ديال الفاني كيجي البنات خطير بزاف، يعني كيعطي واحد المذاق واحد لوكو اللي هو واعر بزاف. ومن بعد كنزيدوا هذا الخليط ديال القهوه مع السكر والماء. غالبا هذه القهوه كتقدم هكا يعني بدون اضافات. كتقدروا انكم يعني تخليوا الوصفه كما هي، اللي هي الوصفه الاساسيه. ايضا كتقدروا كما قلت لكم انه تزيدوا اضافات، مثلا تزيدوا شونتيي من الفوق ولا بودر ديال الكاكاو. ايضا كتقدروا تزيدوا لي صوص بحال صوص ديال الكراميل ولا ديال الشوكولا. ايضا كتقدروا تزيدوا الايس كريم ديال الفاني. كنتمنى انكم تجربوا هذا النوع ديال القهوه لانها مختلفه، وحتى بالنسبه للناس اللي ما كيعجبهمش القهوه فاكيد ان هذا النوع ديال القهوه غادي تعجبكم وغادي تروقكم. كنتمنى لا فيديو ديال اليوم تكون عجبتكم، تكون خفيفه على قلوبكم. نتلاقاو في لا فيديو الجايه ان شاء الله، والسلام عليكم.